السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم نشرة الأخبار الشعبية من وادي أبو ذيل في معمعة الغبار والحصاميل ودفن التراب. وآسف على اقتصار هذه النشرة بسبب تطاير أوراق الأخبار مع الغبار، يعني نفرا بهم غبرة. وأنتم تشوفون وإليكم الأحوال الجوية أهم الأخبار. غبار نشرت وصابا مصابا بثاع، دفن حفرا بحانين، وكسر بيض، وفالة اندبع حقم عن برود، ونثحا بمزاوم قصر، ودعفشا بقصات الشباب الغريبة. فعلا فعائلة في غرف النوم، والمشكى على الله، وما عاد إلا الله يخارجنا ويخارجكم من هذه الأحوال الجوية، وما عاد إلا قبول. محبكم أبو مطران، وإلى اللقاء في نشرة أخبار شعبية أخرى، إذا ربي حفظنا ووفقنا، وأسأل الله أن يصرف عنا وعنكم كورونا.